السلام عليكم ومرحبا بكم. أميرة الطاهري فقط 10 سنوات تلقب بالوندر جيرل، الطفلة المغربية اللي قدرت تكسب شهرة عالمية بعدما أصبحت بطلة العالم 3 مرات متتالية، بالإضافة لفوزها بطولة أوروبا 4 مرات. أميرة تنحد لمشرق المغرب، بالضبط مدينة وجدة، ورغم أنها مواليد روتردام الهولندية إلا أن العالم المغربي لا يفارقها في مختلف المشاركات الدولية. بدأت أميرة ممارسة الكيك بوكسين مع الأب اللي هو في نفس الوقت المدرب ديالها والكيك بوكسر السابق اللي زرع فيها حب هذه الرياضة وأيضا الوفاء لراية الوطن. بطلة صغيرة بعد الألقاب العالمية اللي حققت والنتائج الكبيرة، تقاتلت عليها عدة عروض رعاية من محتدين عالميين بمنهم شركة نايكي ذائعة الصيت وأيضا أكثر من 6 مشاهيرين آخرين، حتى أن الجامعة المغربية لكرة القدم أيضا وقعت معها عقد إشهاري وتسبير القيمة الرياضية والتسويقية اللي سمحت عندها، وأن الجميع يتنبأ أن البطلة غادي تسيطر على حلبات الكيك بوكسينغ العالمي في المستقبل. حاليا هي تتمارس في وزن أقل من 27 كيلوغرام. أصبحت تتدرب أيضا مع المدرب المعروف سعيد البداوي اللي بالتأكيد غادي يساعدها في التطور أكثر، ولما لا نشوفوها بعد سنوات في إحدى المنظمات الكبرى كغلوري أو اليو اف سي باش تكمل المسار اللي بداه الأبطال المغاربة اللي سبقوها. أخيرا لو كنت مهتم متابعة وتشجيع البطالة الصغيرة فهذا حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. شكرا على المتابعة، السلام عليكم.